السلام عليكم، عاملين ايه الاخبار؟ انا جاي من بواقي الفوم. بواقي الفوم اهو، هعمل لكم اشكال الطبق دي. بصوا شكلها عامل ازاي، ملهاش شكل اصلا. انا بقى هجددها لكم. انا هنا عامله شويه فيونكات، فيونك اهو، هعمل لكم بقى ايه فيونك قصاد عينيكم عشان تشوفوه. بصوا بواقي فوم كنت هرميهم يعني. بصوا نص مربع كده، ماشي. لازم بس اظبط شكله، بقسمه بالنص بيجي هنا، بلف كده الشكل ده كده عشان بس يديني الشكل المدور الفيونكة اللي قصاد كده. انا بقى عشان تبقى سهله بالنسبه لي انا هلفها بخيط. قدرتي تعمليها بالشمع تبقى سهله بالنسبه لي، بس انا ايد الشمع بيفك بسرعه، دي بتبقى شكلها اشيك وهنداري منظر الخيط ده. ده من رايي انا يعني، شوفي انتي اللي حباه واعمليه اللي يريحك. انا هداري منظر الخيط ده خالص. بصوا شكلها طلع حلو ازاي. انا هداري المنظر ده بقى عشان شكله مش حلو، واشيل بقى زياده الخيط دي عشان ما تبانيش معايا. ودي من الباقي اهو، هعمل نص ايه. سهلة جدا. والاطفال بقى ايه، يصحوا بقى الصبح كده يلاقوا بقى ايه مامتهم بقى عاملة لهم بقى حاجات حلوة، جايين من المدرسة عاملة لهم بقى توك جديدة او مشترياها يعني، لكنها مشترياها من بره يعني. انا هلزقها هنا حاولي تجددي برضو لأطفالك وبناتك، بيحبوا الحاجات دي قوي. معلش بس استنى بس عشان بس يلزق شوية اهو. بصوا بعد ما نشيل الزيادة حبيت اوريكم منظرها عشان انا كنت عاملة شوية قبل الهوا. نسيبها تنشف شوية. بصوا اهي اهي، شكلها حلو ولا لأ؟ حلو صح؟ استنوا بقى هعملها لكم بقى. بصوا ملهاش شكل اصلا. افتحها كده عشان الزق بس بالشمع. ممكن تلزقيها كده، ادي شكل ماشي. بصوا شكلها عسل، ادي شكل اوكي. ادي واحدة، هعمل لك واحدة تانية بس ايه هعملها بالطول اهو. بحط شمعة هنا اهو، شكلها بقى عسل قوي. ناخد دي عشان دي مقفلة اهو، وادي شكل تاني بالطول. داريت خالص الكلبس، داريتها خالص. بصوا بصوا شكلها تحفة، شكلها جميل جدا. هعمل لكم تاني برضو اهو. بصوا الله شكلها حلوة قوي. على فكرة بناتك هيحبوها جدا، بتبقى شكلها حلو وشيك جدا، هم رايحين بقى بيها مدرسة، خارجين بيها خروجة جميلة. بص عاملة ازاي. من بواقي بقى فوم كنا نرميها يعني، كنا نرمي بقى الفوم ده، مش خسارة اهو. هعمل لك واحدة تانية. بص ملهاش شكل، ملهاش شكل. بص بقى شكلها ازاي. بص بقى اهي، هعملها برضو ولا اعملها كده؟ اعملها كده احلى.
خلينا نعملها كده وخلاص. وحاجات سهلة جدا، يعني سهلة قوي قوي. شوفي اطفالك بقى يحبوها ازاي ويبقوا معجبين بيها جدا. يعني رحت اشتريتي واحدة دي من بره، يعني بكام؟ 5 جنيه. انا دي ما كلفتنيش حاجة، يعني اللبسات عندي. توكة قديمة، اي حاجة. جددي منظرها، بصوا شكلها بقى حلو ازاي. هعملكوا بقى توكة، بقى توكة منها. ودي انا بلف دي كده اهو، ماشي. هلزقها برضو بالشمع، كله بالشمع، يعني اسهل من كده مش هتلاقوا. بقفلها، اتاكد بس ان هي اتقفلت بس عشان ما تفكش مننا، ماشي. واحط دي وهحطها، ولا تعبنا ولا اي حاجة. وحاجات جميلة وبسيطة وشكلها شيك جدا ومكلفتنيش كتير. من حاجة كنت هرميها، من بواقي فوم، بواقي فوم عندي. يا رب بس يكون الشكل عجبكم. انا بص بس اي زيادة واي حاجة اهو. بصوا ايه رأيكم اهو. يا رب يكون الشكل عجبكم. يلا باي، وبدوسوا لايك واشتراك في القناة. مع السلامة.